حماس تأخرت كثيرا في القيام بهذه الخطوة. هذا معروف كان أنا مبدئيا توافق على هذا التوجه، والاقتراحات التي طرحتها للتعديل وتراجعت عنها كانت يعني مسألة شهر ضاع من دون سبب. وفي المقابل كانت معروفا أن نتنياهو لا يريد هذه الصفقة، وكان يفترض أن يفتح الباب من جهة حماس، يغلق الباب ليفتح من جهة إسرائيل حتى يظهر ما هو الموقف الحقيقي عند الحكومة الإسرائيلية. واليوم يتضح أنه عندما وافقت حماس، وحتى الجيش الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية تقول أن موقف حماس جيد وإيجابي ويفتح الباب أمام التقدم إلى صفقة، رأينا أن نتنياهو يضع شروطا جديدة لكي يفجر هذه الصفقة. هو يريد أن يفجرها أم هناك بضغط من بن كفير وسموتريش عليه؟ نتنياهو اليوم لديه هم واحد، أن يبقى رئيسا للحكومة، وهذا التوجه الذي يعني يسير حياته وقراراته السياسية مفزع، لأنه لم يسبق مثيل أن كان رئيس حكومة في إسرائيل يتصرف بهذا الشكل. هو بالتأكيد يخضع لضغوط بن كفير وسموتريش، وليس هذا بحسب، بل إن الشروط التي طرحها اليوم هي للتفاوض مع سموتريتش وبن كفير. يعني إسرائيل تفاوض حماس بينما نتنياهو يفاوض بن كفير وسموتريتش وقسم أيضا من أعضاء الليكود الذين يحذرونه ويقولون بصراحة الذهاب إلى صفقة يعني سقوط الحكومة، وهذا يجب أن لا يتم. يجب أن تجد طريقة تجعل العالم كله يقول أن حماس هي التي تفجر الصفقة، ولذلك ضع شروطا وأثبت شطارتك هنا في أن تتهم حماس وليس أنا. نعم، طيب، التقارير الإسرائيلية تتحدث عن قدرة حماس للآن في دعم مقاتليها، هل ترى بأن ذلك قد يكون يعني مأخذ على الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو في استمرارهم لهذا الحرب دون تحقيق الهدف الأساسي بعد كل هذه الفترة؟ نعم بالتأكيد، الإسرائيليون يعرفون، وخصوصا أولئك الجنود الذين يعودون من الخدمة العسكرية يعرفون ويتحدثون لأهاليهم ولأصدقائهم ما الذي يدور على الأرض في غزة، ويقولون ما يعلنه الجيش الإسرائيلي ليس صحيحا وليس دقيقا. هنالك حرب مستمرة، وهذه الحرب لن تنتهي حسب ما يتحدث نتنياهو وحسب ما أشار الزميل زياد حلبي، قال بصراحة أن تحتاج إلى 5 سنوات على الأقل نبقى نتحدث عن هذا الموضوع. طيب كيف ربما حسابات غير خاطئة أيضا، يعني يوجد الجيش الإسرائيلي أيضا في بعض الأحيان ضعف عن رؤية ومعرفة ما يدور عند حماس، وهذا يدل على أنهم لا يعرفون بالضبط. نعم، طيب، الآن في بعض التقارير قبل قليل قرأناها بأن هناك انقسامات داخلية داخل حماس، وأن هذه الانقسامات والدمار داخل غزة هي يعني الضغوط التي أيضا يمارسها الوسطاء مصر وقطر هي التي ساعدت أو جعلت حماس تخفف من شروطها في الذهاب إلى هذه الصفقة وتتنازل عن الشرط الأهم. قراءتك لمثل هذه الأخبار أولا، الأمر الآخر أيضا، كيف يمكن لهذا الانقسام أن تستغله إسرائيل في المقابل، وكيف يمكن لإسرائيل أن تستغل أيضا الانقسام الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت؟ يعني الحديث عن انقسام في داخل حماس أعتقد أنه مبالغ فيه. حماس، العلاقات في داخل حماس ليست بهذا الشكل، وأنا كنت أتمنى أن أرى هناك انقسامات داخل حماس بمعنى خلاف واختلاف في الرأي وعصر ذهني، عصر ذهني يؤدي إلى إبداع في الأفكار وتفاهمات جديدة، كل رأي يغذي الآخر. هذا ليس موجودا للأسف في حماس. ما هو موجود الآن أو ما يتحدثون عنه في إسرائيل والتسريبات التي نشرت في الـ AP هي بالأساس من إسرائيل، تقول أن سنوار عمليا يتخذ موقفا معزولا، وهذا يعني محاولة لحرب نفسية للضغط على حماس أكثر مما هو واقع. واضح أن هناك نقاش داخل الحركة، وواضح أن التأخير في إعطاء جواب حول الموضوع أدى إلى غضب في ليس فقط في الولايات المتحدة وليس فقط في غزة في الشارع الغزاوي، بل أيضا عند الأصدقاء المصريين والقطريين الذين يتدخلون لإنقاذ هذه المفاوضات. كانوا يريدون لهذا النقاش أن يثمر موقفا ناضجا قبل هذا الوقت، وهذا يمكن أن يكون في هذه الحالة موقف أذكى وموقف فيه تكتيك أكثر
لكن هذه الأخطاء حصلت، والآن في إسرائيل يحاولون أن يبنون عليه. طب أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، إذا كانت حركة حماس وافقت على الشرط الأساسي لها بالوقف الدائم للحرب، لماذا إذن بدأت عملية 7 أكتوبر؟ يعني ما الذي تحقق حتى الآن بالنسبة لحماس، حتى نوضح للمشاهد؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، الصحف الإسرائيلية وبعض الصحف العربية نقلت بأنه يدور في إسرائيل ويؤيد هذا التوجه نتنياهو الحكم العسكري لقطاع غزة، بالرغم من التكلفة الاقتصادية الكبرى للجيش أو التكلفة الدبلوماسية. هل الجيش فعلا قادر بعد استنزافه طوال هذه الفترة للدخول في عملية حكم غزة؟ أولا بالنسبة لحماس، عندما أقدمت على هذه الخطوة التي عدتها فترة طويلة جدا، وليس فقط بقرار من حماس إنما أيضا بقرار من إيران، هناك توجه لكي يكون هناك زنار نار حول إسرائيل لتوجيه ضربات لها. والشعب الفلسطيني الذي يعاني الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي والحصار على قطاع غزة كان يبحث عن ضربة توجه إلى إسرائيل ويكون فرحا بها على أمل أن تأتي بشيء جديد. هذه الضربة في 7 أكتوبر ترافقت مع أعمال وقف يعني أدت أعمال مشينة، أعمال غير طبيعية غير معقولة، مثل قتل عائلات بأكملها. هذا الأمر، وطبعا هناك أمور بالغت يا إسرائيل ولم تكن الحقيقة، ولكن الأمور التي حصلت ويوجد توثيق فيها جندت العالم ضد حماس وأعطت مجالا للقوى الأكثر شراسة في الجيش الإسرائيلي وفي الحكومة الإسرائيلية أن تشن حربا مدمرة بهذا الشكل، فانقلبت عمليا على الشعب الفلسطيني. الفكرة التي جاءت لكي توجه ضربة للاحتلال أدت أيضا إلى ضربة للفلسطينيين، ورأينا هذا الدمار. من جهة أخرى، فيما يتعلق في نتنياهو وفي الحكومة الإسرائيلية الحكم العسكري لقطاع غزة، نعم، التوجه للحكم العسكري يوجد فيه مشكلة كبيرة. إسرائيل حاولت تجنب هذه الإمكانية فترة سنين طويلة، لأنها تعرف أن تحكم هي بنفسها هذا يعني ليس فقط مصاريف، هي مصاريف وقتلى من جنودها ومطبات للمقاومة الفلسطينية، ولذلك ليست بحاجة لهذا. تحاول البحث عن وسائل أخرى، ولكنها مصرة على مرحلة على فترة مرحلية تكون فيها هي الحاكم في منطقة غزة. هذا تصر عليه إسرائيل والجيش الإسرائيلي وليس فقط نتنياهو، وهذا يرفضه طبعا الوسطاء ويرفضه الفلسطينيون. وفي نهاية المطاف سيضطرون للتنازل عنه لأنه عبء أكثر مما هو خطوة إيجابية لهم. نعم، شكرا جزيلا من الناصر الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي، شكرا جزيلا.